ضيفي العزيز في الفقرة الأولى الأستاذ الدكتور مصطفى كامل استشاري أمراض الباطنة. مرحبا بكم دكتور. أهلا بك يا كونسيت. في البداية عندما نتحدث عن القولون العصبي نتحدث عن تركيب تشريحي، نتحدث عن تعريف أو مترادف لماذا يعني هو قولون عصبي؟ التعريف دي للدارج لكل المواطنين وليس المرضى. هو زي ما حضرتك قلت، هو تعبير تشريحي وان كان لا يتفق حتى مع التعبير الانجليزي اللي هو الايرتابل باول. فالباول ليست بس القولون، لكن احنا عارفين الجهاز الهضمي يتركب من عده اجزاء، طبعا تبدا من الفم والمريء والبلعوم والمعده والاثنا عشر، ثم 7 امتار امعاء دقيقه، ثم القولون الصاعد والقولون المستعر والقولون النازل والمستقيم وملحقات الجهاز الهضمي التي تشمل اشياء كثيره، منها الحويصله المراريه والعصارات اللي بيفرزها البنكرياس وما الى ذلك. لكن ربما حكاية إن إحنا بنربط هذا بكلمة القولون غالبا للأعراض المرتبطة بالبطن السفلى، وإن كان بعض الأعراض بتتفق مع أشياء أخرى، منها طبعا كل الناس بتشتكي أنا بطني بتوجعني على طول، عندي مغص تحت الحاج، يعني مش مغص جامد قوي بس تمام. مستمر معظم أوقات النهار، مرتبط بنوعيات الأكل، وزي ما حضرتك قلت في المقدمة يمكن طبعا الاستريس او التوتر العصبي وريتم الحياه اللي احنا عايشينه والجري ورا رقمه العيش وكده، دي من اهم الاسباب اللي بتؤدي الى الجهاز الهضمي العصبي او القولون العصبي. منها برضو بعض الالتهابات الحاده، سواء الالتهابات العامه، يعني انسان خد مثلا التهاب شعبي او التهاب الحلق او ما الى ذلك، يلي بيتبعه في معظم الاحيان اللي هو القولون العصبي، واحيانا بيبقى خاص بالالتهاب بمنطقه الجهاز الهضمي فقط، فيكون المريض قد اصيب من ايام قليله بالتهاب معوي او نزله معويه او قيء واسهال وما الى ذلك، ثم يتبعه بعد ذلك اضطراب في العادات الغذائيه واضطراب في الاخراج وما الى ذلك، اللي بنفسره ان هو ده اللي هو القولون العصبي. وهذا قد يختلف يعني أو قد يزداد تحديدا بطبيعة وسلوك غذائي خاطئ. طبعا ما هي دي اهم حاجه، ان هو عاداتنا الغذائيه مش ملتزمه، يمكن زي ما حضرتك قلت رتم الحياه مع الضغوط النفسيه، مع ان احيانا طبيعه البشر بتضطر يعمل ساعات طويله وينسى نفسه في الاكل، او يضطر اسفا ان هو تناول وجبات سريعه من السوق ربما تكون تحتوي على بعض المواد غير مطهية جيدا، او بتحتوي على بعض المواد العسرة الهضم، او لا قدر الله بتحتوي على بعض الميكروبات التي تكون موجودة في الأدوية اللي بتؤخذ من مصادر غير موثوق فيها، ممكن تؤدي الى التهابات الامعاء ومن ثم الى القولون العصبي. تمام، معنا متصلة كريمة من طنطا. أستاذة شيرين اتفضلي. أستاذة شيرين اتفضلي، حضرتك على الهواء، اسألي لنفسك فيه اتفضلي. تفضل تفضل. كنت باخد علاج للفيروس، خدت فيروس، خدت مرتين اثنين بس جت، فانا على طول بشتكي في بطني ونفسي، كشفت الدكتور قال لي عندك القولون عصبي وامشي بعلاج على طول. عايز اعرف ده يأثر يعني على حاجة؟ لا، هو لا علاقة إطلاقا بين الالتهاب الفيروس الكبدي بي أو سي، ده التهاب مزمن ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بالقولون العصبي. ربما إحساس حضرتك إن أنت مريضة كبد مزمن ده يحطك نوع من أنواع التوتر النفسي، أو إن أنا أصلا مش مظبوطة أو كده، لكن إحنا دلوقتي طبعا الوزارة نعم. بتقوم بعلاج المرضى على قد ما نقدر من التهاب الكبدي الفيروسي المزمن، وان شاء الله باذن الله ربنا يجيب الشفاء عليه. لكن هو ما فيش علاقه مباشره اطلاقا بين ان انت حضرتك مصابه بالتهاب كبدي فيروسي مزمن والقولون العصبي. القولون العصبي ممكن اسباب اخرى زي ما احنا اتناقشنا مع الدكتور سيد، ان اسبابها ممكن الاستريس والتوتر النفسي اللي حضرتك حاطه نفسك فيه، ان انا مريضه كبد ومقبله على اخذ علاج النوع الجديد، سواء دا زائد دا سوفالدي زائد اوليسيو او ديكلانزا او حاجات زي كده. لكن لا، مفيش، لا ما عندناش حاجات تثبت ان في علاقه مباشره، ربما احيانا في بعض الحالات، لكن في علاقه بين التهابات الحويصله المراريه وحصوات المراره بالقولون العصبي، تمام لكن التهاب الكبدي لا توجد لدينا علاقه اطلاقا. دكتور، لكن مؤكد أنه توجد علاقة بين القولون العصبي وأمراض أخرى مزمنة قد تكون يعني. السكر مثلا، نعم، ممكن السكر مثلا احنا بيعمل اضطراب في حركيه الجهاز الهضمي، لا قدر الله بتوصل في الاخر حاجه اسمها الدايبيتيك جاستروباريسي، ده هو الحركيه بتاعت الجهاز الهضمي بتضطرب تماما. بالاضافه ان للاسف في بعض المرضى اللي احيانا بيرتاح على بعض الادويه المثبطه لافراز الجهاز الهضمي
زي اللي حضرتك عارفها البي بي اي او اتش 2 بلوكر، اللي هي مثبطات افراز المعده، سواء البروتون بامب انهبيتور او ده. للاسف بعد الاستخدام المزمن ده بيقتل بكتيريا الفلورا او بكتيريا متعايشه بتفيدني، فتلاقي العيان بيشتكي مر الشكوى من عسر الهضم والانتفاخ وكل الاعراض اللي بيشتكي منها مريض القولون العصبي، في حين ان احنا لو اخدت منه تاريخ مرضي هتلاقي ان هو مفرط في تناول بعض الادويه، منها الادويه المثبطه لافراز المعده. فلو مجرد بس انه يوقفها ويرجع البكتيريا المتعايشه اللي بتفيد في حركية الجهاز الهضمي، هتبص تلاقي الإنسان يتحسن جدا مع شوية أدوية بسيطة جدا تؤدي إلى ذلك. تمام دكتور، يعني كثيرا ما يتم الشكوى من عسر هضم او اضطرابات في حركة الجهاز الهضمي، حموضة، اشياء من هذا القبيل، كيف يمكن الوثوق من التشخيص كقولون عصبي تحديدا يعني؟ أولا طبعا هو أخذ تاريخ مرضي جيد من المريض، ولازم يبقى فيه علاقة وثيقة، لأن زي ما حضرتك قلت التوتر، فلازم يبقى فيه نوع من أنواع الشورنس أو التهدئة أو العلاقة القوية بين الطبيب والمريض، نعم عشان يدرك إن هو يعني زي المشاهدة متصل، اتصلت برضه، هي الأسئلة متخيلة إن أكيد. عندي حاجة مزمنة، فهل ده ليها علاقة؟ لا لا، إحنا عادي جدا جدا، وزي ما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول المعدة بيت الداء، الجهاز الهضمي ده هو مشكلتنا. نعم مجرد ان احنا ناخد تاريخ مرضي صح قوي ده شيء كويس قوي، بالاضافه ان احنا ممكن نعمل بعض شويه الفحوصات البسيطه قوي كصوره الدم، كحاجه اسمها فحص بالموجات الصوتيه على البطن والحوض، بنكتشف ان هو بس كل اللي عنده هو انتفاخ في القولون او ما الى ذلك. لو لا قدر الله لقينا التهاب في الحويسيه المراريه او حصوات، ده برضو بيعبر ان ممكن المريض ده يكون بيعاني من القولون العصبي نتيجه هذا الالتهاب الموجود في هذا المريض بالذات. نعم ده اهم حاجة ان احنا بنحاول نوصل بيها عن طريق ممكن نعمل تحليل براز وبول، على اساس لو لا قدر الله في بعض الطفيليات الموجودة في البراز وما الى ذلك، ربما تؤدي الى اعراض كثيرة، ولما بندي ادوية بتقضي على هذه الطفيليات العيان بيتحسن بصورة رائعة جدا. دكتور، هل يمكن أن نتحدث عن السمات الشخصية للأشخاص الذين يمكن أن يصابوا بالقولون العصبي؟ يعني أشياء سمات شخصية فيما يخص السن، الوزن، العمل، الطبيعة، الطول، النحافة، أشياء من هذا القبيل؟ هو بعض السمات أهمها طبعا زي ما حضرتك قلت إن هذا الشخص غالبا بيبقى تحت ضغط توتر نفسي، وربما زي ما احنا قلنا ساعات عمله طويلة، أو حتى ربة المنزل لو هي قاعدة في البيت لكن هي حاسة إنها تحت ضغط نفسي، إنها طول النهار بتعمل شغل المنزل وبعدين مرتبطة بذهاب الأطفال إلى مدارس وعودتهم، ومرتبطة بالإعداد للطعام وما إلى ذلك، إن لم تكن تعمل أو كانت تعمل فهذه مشكلة إضافية للمشاكل الأخرى. يمكن إحنا عندنا بعض الدراسات بتقول إن خصوصا فوق سن 50 سنة الأعراض بتبقى أكثر سوءا، فربما يصاحبها بعد المخاطوة البراز المدمم من أعراض القولون العصبي، لأن هنا التوتر بيبقى عالي قوي. الإنسان فوق 50 سنة خصوصا الرجال بتبدأ الأعراض بتبقى أكثر حدة، وربما بتقود إلى بعض التفسيرات الخاطئة إن إحنا البراز المدمم ده قد يحمل بعض الأعراض اللي ربما تثير الشك في حاجات غير مقبولة عند بعض نعم المرضى. دي أهم حاجة. تمام، مع متصل كريم من المنوفية، أستاذ محمد اتفضل. أستاذ محمد اتفضل، حضرتك على الهواء. أستاذ محمد شكرا جزيلا لك. دكتور، يعني تحدثت مشكورا بأن قد تكون أو يكون وجود طفيليات أو شيء من هذا القبيل تدعو إلى وجود اضطرابات في القولون أو الجهاز الهضمي. هل هناك فحوص يمكن أن نستوثق منها أو قد تكون مساعد لنا في وجود فطريات، عسر هضم، شيء من هذا القبيل، قطعا غير جزئية الدم؟ لأن هذه طبعا الدم احنا زي ما احنا لها قلنا احنا حسابات ممكن أخرى نعمل معنا. تحليل براز، او ممكن حتى احنا عارفين طبعا القولون العصبي حتى اعراضه ممكن تبقى مصاحبه اما بامساك مزمن او باسهال مزمن او نوبات مختلفه من الاسهال والامساك. نعم فاحنا على حسب الاعراض دي في حد ذاتها احنا لو شكينا، ربما احنا بنسال العيان هل بتاكل، بتضطر الى اكل مثلا مواد معينه حريفه من الشارع او ما الى ذلك، او تضطر تاكل مواد خضره من نعم غير ما تغسل جيدا، طبيعه شغلك بتضطرك ان انت تاكل اكل من السوق او من الشارع من غير ما يكون
اتغسل بالصورة المرضية لينا عشان تمنع ظهور الطفيليات. تمام. احنا برضو تحليل براز بيثبت لنا هذه وجهة النظر. طب اعود الى هذه الفحوص، لان معنا مداخله من المملكه العربيه السعوديه. استاذه نجاح اتفضلي. استاذه أيوة، نجاح السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام ورحمه السلام الله. ورحمه الله. لو سمحت يا دكتور، انا معايا السكر السكر نعم ومعايا حموضه بالمعده، ايوه تربات المعده معها، ايوه والقولون عندي مره يعني الاكل الدسم يسوي لي اسهال، يعني غير طبيعي مرة يعني، نعم تمام. هو مع آلام يعني حاسة بجنبي ظهري، حس آلام، سؤال وماذا حضرتك ايه؟ سؤالك يا استاذ نجاة، مريم؟ استفسار نعم حضرتك عن ايه يا فندم؟ نعم كيف يعني؟ استفسارك سؤالك عن ايه يا فندم؟ يعني بس أقول يعني علاقة الحموضة بالقولون. او الاعراض اللي حضرتك كلها بتقول لي تمشي فعلا مع القولون العصبي اللي احنا بنقول عليه، اللي حضرتك بتقول ان في الام في الجهاز الهضمي، وزي ما الدكتور ايوه سيد قال ان ممكن برضو نتيجه دار مرض السكر بيجيب بعض شويه التهابات سواء مثلا في الفم، الاسنان، في اللثه، في حاجات زي كده، فبتزيد البكتيريا شويه عند مرضى السكر لو لا قدر الله السكر بتاعهم مش مظبوط. وزي ما احنا قلنا ان احيانا نتيجه حاجه اسمها التهاب الاعصاب الطرفيه السكريه بيؤدي الى اضطراب في حركه الجهاز الهضمي اللي منها القولون، فبيؤدي برضو الى القولون العصبي. يعني هو دي الحاجات اللي احنا بنقولها. وللاسف لو السكر زي ما قلنا ممكن حتى يؤدي الى حاجه اسمها زياده نمو البكتيريا في القولون، فبيعمل لي مشاكل، منها اللي حضرتك بتقول عليه ان انا حاسه بانتفاخ، وان دايما العيان يقول ان انا حاسس ان انا بطني عاليه، وحاسس ان انا ماشي كاني بطني قدامي متر، وعنده غازات وارياح، بحس ان هو بنقول عليها ديسكمفورت، عدم ارتياح، انا حاسس ان انا بطني مش مريحاني. رد بال حضرتك كل ده بيتفق مع اللي حضرتك قلتي عليه. وعلاجه اهم في حاله حضرتك طبعا ان احنا نظبط السكر وتنظيم الاكل. تنظيم الاكل ونوعيات الاكل هي اللي اهم حاجه، حجر زاويه في علاج القولون العصبي. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، اذا اكلنا لا نشبع، لا ناكل قوي ولا ناكل، ونتبع ونبعد شويه عن الشطه المخلل والحراق والمسبك، ونخلينا في الحاجات الخفيفه. ان شاء الله باذن الله ربنا يجيب الشفاء من عند اللهم امين. دكتور كنت تتحدث مشكورا عن الفحوص وقلت تحليل البراز، هل هناك ما يدعو لعمل فحوص معمليه اخرى او قول او منظار او ومنظار؟ احنا اصلا منظار قولوني لو لا قدر الله كان مصاحب عده مرات براز مدمم او كده، فاحنا بنطالب بمنظار قولوني او ما شابه. لكن المنظار العلوي احنا بعيد شويه عن القولون، لكن لو في اعراض زي ما الاخت الفاضله السعوديه دي اعراض جهاز هضم علوي اللي هي الحموضه والحرقان المعده، ده ممكن يكون ناشئ عن التهاب معده، ارتجاع مريء، ما الى ذلك. احنا مالناش دعوه هنا بقى بالقولون العصبي، ممكن يبقى جهاز هضم علوي عصبي نعم. احنا بنقول عليه ما فيش فيها مشكله، لكن هنا ده حاجه وده حاجه. ممكن زي ما حضرتك قلت برضو الموجات الصوتيه، فحص الموجات الصوتيه على الجهاز الهضمي بيثبت لنا حاجات كتير قوي على الحركيه بتاعه الجهاز الهضمي، وهل في انتفاخ شديد ولا لا، وهل وهل دي ممكن تؤدي الى ذلك. يعني مش عاوزين في بعض طالعه موضه مثلا دلوقتي بان احنا بنتهم حاجه اسمها الميكروب الحلزوني. نعم. الميكروب الحلزوني مع ان الميكروب الحلزوني اصلا ده فوق في المعده، لكن كتير جدا بيجي لك المريض ومنزعج جدا يقول لك ده فلان زميلي طلع عنده ميكروب حلزوني وانا عاوز اعمل التيست بتاعه، مع ان هو اعتقد ان ملوش دور قوي في التهابات القولون. نعود إليها مرة ثانية، جزئية البكتيريا الحلزونية، لكن معي أستاذة سهير منفصلة من أسيوط. اتفضلي أستاذة سهير، اتفضلي يا فندم. ألو السلام عليكم. وعليكم ألو السلام السلام ورحمة الله عليكم. لو سمحت يا دكتور، اتفضلي. أنا عندي بنتي عندها 6 سنين 6 سنين وثلاث سنين تاخد ورا بعض تيفود. تيفود؟ أي اتفضلي. تمام. فحضرتك بعد 3 سنين بتشكي دايما بمخاط متكرر، وعملت لها كل الفحوصات، دم وبول وبراز وانزيمات كبد، وكله طلع سليم، لدرجه ان انا عملت اشعه مقطعيه. وعملت التتر بتاع التيفويد، يعني عملنا التيفويد ان هي ما بقتش حاجه اسمها حامل لميكروب التيفويد. الدكتوره قالت لي ما تسالش في الموضوع ده، هي حاليا لها دلوقتي بتاع 10 شهور. طيب الحمد لله. يعني احنا زي ما احنا اتفقنا في الاول ان من اهم اسباب القولون العصبي هو التهابات الجهاز الهضمي، اللي ربما منها التيفويد بتاثر على جزء من الجهاز الهضمي، ممكن ده تفسير. بس في 6 سنين يفضل ان حضرتك تتابعيها
مع حد من زمايلنا سواء اخصائيين الاطفال او اخصائيين الجهاز الهضمي عشان ينظم حركات الجهاز الهضمي، ينظم لها الغذاء، ينظم لها الادويه اللي حضرتك بتقولي انها عندها سوائل مزمن. فاحنا بقالنا فتره بتعاني من السالب ده، ربما في 6 سنين ياثر على منحنى النمو بتاعها ويخليها ما بتكبرش بما يتناسب مع المرحله السنيه بتاعتها. بس هو ده اللي احنا بنطلبه من حضرتك يعني. تمام دكتور. يعني البكتيريا الحلزونية التي قلت مشكورا أنه في بعض الأحيان تصيب الأشخاص بالقلق فيأتي من يطلب عمل مثل تلك الفحوص، أيهما تفضل، إجراء فحوص البكتيريا الحلزونية في الدم أم في البراز؟ والله واحنا اصلا زي ما حضرتك عارف هو تحليل مكلف، مع ان في بعض الدراسات اثبتت ان احيانا بعض الناس بيبقى عندهم 80% تحليل موجب لكنه ليس له اعراض عليه. تمام. يعني هو يبقى 80% من الناس عندهم ميكروب الحلزوني موجب لكن هو ما عندوش اعراض ميكروب الحلزوني. لكن لو وصلت الحاله ان العيان اخذ ادويه كتير لفتره مش ليست بالقليله ولم يستجب، خلاص بنعمل دوت على اساس ان هندي العلاج اللي احنا بنقول عليه سواء العلاج الثلاثي او العلاج الرباعي، بحيث ان احنا هنمشي عليه لفتره محدده كافيه باذن الله ان احنا نقضي على هذا الميكروب الحلزوني. واحيانا زي ما احنا اتفقنا ان من اهم اسباب القولون العصبي ان الانسان ده بيبقى حاسس ان هو متنشن ومتوتر، وانا عندي كل امراض الدنيا، فاحنا احيانا بنضطر نعمله سواء في البراز او في دم. لكن لا لا لا، وساعات في النفس طبعا بنعمله، لكن لا يعني احنا هنا ما فيش داعي. لو عيان اعراضه هاديه جدا جدا ما فيش داعي نعمله ونكلفه، لان هو فعلا تحليل تجاوزه المكلف شويه. تمام دكتور. تم تشخيص الحالة على أنها قولون عصبي واستوثقنا من ذلك، ما هي منهجية العلاج؟ وإذا كانت وهل بالضرورة أن يكون علاجا دوائيا فقط؟ لا لا، اهم حاجه من العلاج الدوائي زي ما حضرتك قلت هو العلاقه القويه جدا بين الطبيب والمريض، ويعمل له اشورنس يهديه، بس ان الموضوع ليس بالمزح خالص ومعظم الناس بتعاني من هذه الاعراض، ويطمئنه. الطمأنه دي شيء مهم جدا جدا. تاني حاجه زي ما حضرتك قلت ترتيب نظم الغذاء، يعني نحن دي شيء مهم جدا جدا في القولون العصبي، ان احنا ننظم الغذاء ونمنع المواد الحريفه، نمنع ان احنا ناكل وننام، نمنع معلش يعني اكل السوق والحاجات اللي فيها توابل حريفه بكميه غلسه جدا. بعدين بعد كده نلجا بقى للادويه الاخرى طبعا اهمها، لان العيانين دول بيشتكوا بمغص مزمن، فممكن طبعا مضادات التقلص دي شيء مهم قوي. احيانا بندي طبعا بعض الانزيمات الهاضمه على اساس تساعد العيان ان هو يستفيد من الاكل، سواء بقى احنا هنحسبه من المجموعة اللي بتعاني اساسا من امساك مزمن، فممكن يستخدم بعض الملينات التي لا تؤثر على حركات الجهاز الهضمي. نعم. فدي برضو احيانا لو مصاحب باسهال نحاول نعرف زي ما حضرتك قلت هل الاسهال ده نتيجة بعض الطفيليات او فطريات او لا اسهال عادي، فندي مضادات الاسهال فيبدأ العيان يعني نتخلص من المعاناة اللي هو بيعانيها ولا لا. المتصل كريم عبد المطلب من انا معنا على الهاتف، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. سلام لحضرتك والدكتور مرسي. اهلا وسهلا. سمعت دكتور ايه اعراض القولون العصبي؟ ما احنا قلنا اهمها استاذ عبد المطلب ان العيان دايما بيشتكي ان هو عنده مغص متكرر، ما بيروحش معظم اوقات النهار. تاني حاجه بيحس ان هو بعسر هضم، ان اي قلق ما بياكله بياكلها بتقف على معدته، بيقول انا اكل ما بيتهضمش. واهم الاعراض ان هو بيحس بان هو منتفخ، حاسس ان بطنه عاليه ومش منتظمه. والحاجه الاخرى ان هو عدم انتظام عادات الاخراج، فاحيانا بيشتكي بامساك متكرر، او قلنا ساعات اسهال متكرر، او اللي هو احيانا اسهال ثم يعقبه امساك ثم يعقبه امساك اسهال وهكذا. فهي دي جزء من الاعراض اللي بيعاني منها مريض القولون العصبي. شكرا للمتصل كريم. دكتور قلت مشكورا بان هناك انظمه غذائيه يفضل ان او من الاجمل ان تتناسب مع المرضى الذين يصابون بالقولون العصبي، اغذيه، اشربه، ادويه. الاغذيه هي اهم حاجه زي ما قلنا، هنبعد عن المواد الحريفه وبلاش نظام التسبيك اللي متعود في بعض العائلات المصريه. ناخد الاكل اللي هو بنقول عليه خضار سوتيه او حاجات ما شابه ذلك. كمان
يعني ندي بعض المواد اللي بتساعد على الهضم. احيانا بعض الالياف الخضراء المغسوله كويس جدا بتساعد على ان الهضم يتحسن جدا، بتساعد على حركيه الجهاز الهضمي، ده كويس قوي. في من الاغذيه برضو اللي احنا بنديها الحاجات اللي هي ما بتخليش الاكل اللي يقعد فتره طويله في زي الالياف مثلا، خصوصا الفاكهه. يعني الفاكهه دي احنا بنطالب ان دايما بالليل يبقى فيه في وجبه فاكهه، سواء موز، برتقال، تفاح، ما الى ذلك. ده بيظبط برضه حركه الجهاز الهضمي الى حد بعيد. لو انتقلنا الى الادويه، ممكن طبعا احنا طبعا هنشوف هل هو طبعا مضادات التقلص دي ثابته في الحالتين، سواء مصاحبه باسهال او امساك او ما الى ذلك. بس احنا الحاجات الثابته اخرى برضه هي الانزيمات الهاضمه. اخر حاجه على حسب بقى هندي هاد ملين. لو العيان ده يعاني من امساك مزمن او امساك متكرر بنديه ساعه اللزوم، واللي عنده اسهال بندي مضادات الاسهال على حسب النوع ان شاء الله. معي متصل من كفر الدوار استاذ احمد، اتفضل. استاذ احمد اتفضل. يا استاذ احمد حضرتك معانا على الهواء. اتكلم الدكتور رفاق. اتفضل يا اهلا وسهلا. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. انا كنت من 3 سنين كده بدا عندي غازات وانتفاخات كتير، وكنت اطلع مثلا من البيت اروح شغلي من غير فطار، ممكن اكل وجبه واحده بس في اليوم الساعه 1 الظهر وخلاص ما اكلش تاني. ايوه. فرحت اكتشفت الدكتور اللي عندك قولون عصبي، فبدات خدت شهر تقريبا شهر يعني علاج كده. ايوه. ومن 3 سنين بدات الوجبه اللي كنت باكلها بقيت اكلها على 4 مرات. كويس. وبدات العب رياضه واتمشى وخلاص. رجعت تاني دلوقتي بدات نفس الاعراض، مع اني باكل نفس ال4 وجبات في اليوم مجريات صغيره، وبدات نفس الرياضه برضه. بس ساعات ما ممكن اخد فص توم على العريق مثلا، ممكن الحاجات دي ممكن هي اللي تعمل انتفاخات يا دكتور؟ لا لا، ما اعتقدش ان فص التوم العريق ليه علاقه. يمكن بس انت الحمد لله بتقول ان انت عاداتك الغذائيه انتظمت وبقيت تاكل على 4 مرات مش مره واحده، وده شيء رائع جدا. ربما جد في الموضوع حاجات اخرى، ممكن مثلا انت من فتره قريبه اخذت زي ما احنا قلنا نزل برد شديده، او اخذنا نزله معويه خفيفه فادت الى ذلك، ربما ادت الى هذا. ممكن زميلنا اللي بيتابع حضرتك ممكن برضو يديك حاجات تدي على اي ميكروب، طالما الاعراض بدات تزيد مع ان انت ملتزم بالحاجات اللي انت ملتزم عليها بقالك فتره من 3 سنين، ممكن دي تؤدي الى ذلك. ممكن يديك بعض شويه الانزيمات الهاضمه، وانت لو حاسس لنفسك ان انت برضو ستريسفول شويه او تحت ضغط نفسي هيديك حاجات مزيله للتوتر شويه وتتناسب مع طبيعه شغلك، فتؤدي ان شاء الله باذن الله ان ربنا يحسن الحاله ويشفيك عليها ان شاء الله. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور مصطفى كامل، مؤكد ان هناك نصائح تود ان نختتم بها لفئه عمريه مختلفه، لاشخاص قد يكونوا اكثر عرضه للإصابة بالقولون العصبي، ماذا يفعلوا وماذا يعني يتناولوا؟ دايما بنقولها تنظيم العادات الغذائية، واحنا لا ناكل ونشبع ولا نجوع، ونبعد عن المواد الحريفة، ونحاول احنا كلنا بنبقى اندر ستريس تحت تنشن، نحاول نتجنب هذا التوتر الى حد ما. وبرضه زي ما اخر متصل قال، نقسم الوجبات، بلاش اكل وجبه واحده اساسيه، لكن ممكن اقسم الوجبه على 4 أو 5 او اكثر، ده شيء رائع جدا جدا. بنحاول نهدى شويه، نحاول نمضغ الطعام جيد جدا، ونبطل الاكل اللي احنا بنشك ان هو ممكن ما يكونش سليم، خصوصا اكل السوق من مصادر غير موثوق فيها. ده ممكن في حد ذاته ان شاء الله باذن الله يظبط الدنيا وينهي مشكله القولون العصبي ان شاء الله. شكرا جزيلا لك يا دكتور مصطفى كامل السيد استشاري امراض البطن. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.